وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثلاثة أشياء في هذه الدنيا وفي قرآننا الكريم العظيم اقترنها الحق بعضها تلو الآخر، فيها العظات وفيها العبر الربانية التي يتمنى كل إنسان أن يعيشها طائعا لله سبحانه وتعالى مؤديا لهذه الأوامر الربانية. الأمر الأول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من علم أن الله تبارك وتعالى له ربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نبيا، حينما يسأل الإنسان في قبره من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيك، فتنة القبر هنا هي الفزع من الملكان عند السؤال. ونسأل الله جميعا لنا التثبيت وأن يؤمننا الله تبارك وتعالى من الفزع عند رؤيا الملكان، لأننا جميعا خلق ضعيف من خلق الله. وليطمئن الجميع أن الله تبارك وتعالى بإذنه لا يعذبنا تحت الثرى، لأن نبي الله موسى عليه السلام حينما وقف على قبر أخيه يترحم عليه ويدعو له بكلمات طيبات جميلات يرجو فيها الله، فكلمه الله قائلا: يا موسى إذا مات العبد فإني لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكني أنظر إلى قلة حيلته. الإنسان قليل الحيلة، إذا احتبس فيه الريح فهو قليل الحيلة، وإذا احتبس فيه الماء فهو قليل الحيلة، وإذا منعت عنه الأرزاق فهو قليل الحيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيه؟ الطائع لله، العابد لله، يسهل الله له الجواب بلسان طلق زلق بلا خوف ولا فزع: الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا، والكعبة قبلتي والصلاة فريضتي والقرآن إمامي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي وملته ملتي، وأنا عشت ومت مسلما شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إله إلا الله 12 حرفا، 12 حرف، ومحمد رسول الله 12 حرفا، 12 حرف. صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله أسماؤهم من 12 حرفا: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. قل أسماؤهم وعدها هتلاقيها من 12 حرف، حبا من الله في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم ربنا إيه؟ ينزل الأذان لمواقيت الصلاة. ما هي مش رؤيا رآها ابن أم مكتوم بس،
ده دي سبب من الأسباب. يقوم يبدأ الأذان بالله وينتهي بالله. الله أكبر الله أكبر 12 حرف. أشهد أن لا إله إلا الله 12 حرف. أشهد أن محمد رسول الله 12 حرف. حي على الصلاة 12 حرف. حي على الفلاح 12 حرف. الله أكبر الله أكبر 12 حرف. لا إله إلا الله 11 حرف. يدل على ايه 11 حرف؟ على ان الله تبارك وتعالى في الرقم 11 انه الواحد الذي لا يقبل القسمة على احد، انه الله الذي لا اله الا هو، لا لم يكن له شريك في الملك، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. ادي الاذان بقى لما تروح كده ولا وانت قاعد وشوف، يمكن بقول غلط يبقى راسلني وقول لي كلامك غلط. وبعد كده يقول لك ايه؟ واطيعوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ثانيها واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللي هيصلي عارف انه هيزكي، واللي هيزكي عارف انه هيتصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أما الثالثة ودي الأهم، أن اشكر لي أي لله ولوالديك إلي المصير. الوالد والوالدة هما السبب للوجود لنا في الحياة. ولما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام جعله على باب الجنة ملقى 40 عاما، يمطر عليه مطر الحزن 39 عاما، ومطر الفرح عاما واحدا. لذا قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 40 سنة مطر نزل عليه، حزن 39، فرح سنة واحدة. ليه؟ قال لك لكثرة هموم آدم وكذلك الذرية ولقلة فرحه. الوالدة التي هي بطنها وعاء وثديها سقاء، تمنت لنفسها الموت وتمنت لك البقاء. احنا ما بنحنش للوالد قوي. ليه؟ لان ادم عليه السلام اب لوحده، لينا ابو البشر من غير اب، مخلوق من الطين. دايما الانسان منا بيلوز بامه اكتر. ليه؟ لانها مخلوقة من جسد حي. لما اراد الله تبارك وتعالى خلق حواء ام البشر، القى على ادم عليه السلام سنة من النوم، حتى خلق الله تبارك وتعالى ادم من ضلعه الايسر. فلما استيقظ جاءته الملائكة تسأله: من هي من هذه التي بجوارك يا آدم؟ فألهمه الله الجواب فقال: إنها حواء. ولما قلت إنها حواء؟ أيضا ألهمه الله الجواب، قال: لأنها خلقت من شيء حي. ليه؟ آدم عليه السلام لما ربنا نفخ فيه الروح عطس، فألهمه الله الحمد فقال: الحمد لله. فمن هنا أصبح تشميت العاطس. الوالد والوالدة سبب الوجود في الحياة. لماذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة للأم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ لأن الله تبارك وتعالى حينما خلقها قال لها: ضعيفة، خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة.
لو عندك امك بتعولها ربنا هيعينك. مريضة وبتصرف عليها عند الدكاترة ربنا هيعينك. بتصرف على بناتك وزوجتك واولادك ربنا هيعينك. بتصرف على عماتك واخواتك واخوات ابوك وخالاتك ربنا هيعينك. العائل عليك معان الى يوم القيامة. ومعان من فين؟ من الله الذي ما عنده ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. الذي لا تنفذ خزائنه. البنك الرباني تاخد منه وتصرف، تصرف دعوات وتصرف رحمات وتصرف خيرات وتصرف مساعدات من عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعول الضعيفة. ولا تلوذ بزوجتك وبناتك وأبنائك في هذا الشتاء وأمك في البرد عارية أو جائعة أو مريضة. أسأل الله أن يرحم أمهاتنا جميعا. نعود وإياكم لساحة القرآن الكريم، نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة. فضيلة القارئ المؤدب الخلوق الشيخ أحمد هندي حجاب، القارئ بمصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. إن ربك واسع المغفرة. في بطون
فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما الذين أحسنوا بالحسنى. الذين إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى عنده علم الغيب فهو
فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم لم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا وأن سعيه
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس Ha ha ha.
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الأخرى وأنه أغنى وأقنى. وأنه رب الشعرى. وأنه وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.
هذا نهير، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أفمن وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا والقمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة والقمر. الله يحفظ. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون.
جود لله بدو بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بالغة ولقد جاءهم من الأنباء ما حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر خش عن أبصارهم فتول عنهم يوم يدعو شيء نقر خش عن أبصار يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصار يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جاء
مهطعين إلى الداعي يكون الكافرون هذا يوم عسير. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون كذبت قبلهم قوم كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء
قدر ففتح لنا أبواب السماء بماء منغمر وفجر الأرض عيونا وتجعلنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي
كيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.